الاسبوع اللي فات كان اسبوع مليان بالاحداث الفنيه، والكاميرا ترانس كانت موجوده فيها زي ما عودناكم. واول حاجه كانت افتتاح مهرجان جمعيه الفيلم في دورته ال 47 وال 48 واللي اقيمت في مركز الابداع بدار الاوبرا المصريه. المهرجان مستمر فعالياته لمده اسبوع، وفي كتير من الندوات للافلام المشاركه في المهرجان، وكاميرا ترانس كانت موجوده في الافتتاح وعملت لقاءات مع عدد كبير من ضيوف المهرجان والقائمين كمان عليه، زي حسين فهمي ضيف شرف المهرجان، وبشرى عضو لجنة التحكيم، وغيرهم من صناع الأفلام. اولا سعيد جدا ان انا موجود مع زملائي من الجمعيه، انا كرموني قبل كده وبتكرم تاني، وانا يعني سعيد بهذا التكريم وسعيد بانهم مهتمين بالسينما زي ما كنا. احنا كنا طلبه كلنا في اكاديميه الفنون معهد السينما، قد ايه حبينا السينما كلنا، وقد ايه كنا بنسعى جميعا ان احنا نشوف الافلام، اساتذتنا الكبار اللي علمونا السينما. يعني هي ذكريات جميله جدا لان احنا كلنا متخرجين معهد السينما. بحاول دايما اناقي افلام جيده دايما طول عمري. الحقيقه كان طول عمر النشاط الفني بتاعي والسينمائي كان كده، دايما بنقي افلام مهمه. الكاهن مهم جدا، الملحد مهم جدا، بيتكلم على موضوع في غايه الاهميه، ف ده اللي بدور عليه. يعني بنطرح الافلام اللي تم عرضها في دور العرض، الناس اوريدي اللي شافها شافها، اللي ما شافهاش قرا عنها. احنا جمهور مثقفين والنقاد والسينمائيين يعني عارفين الافلام وعارفين مستوى اي فيلم، فبنطرحها في استماره يختاروا احسن 7 افلام. ال7 افلام اللي ضمينا ليهم السنه اللي فاتت والسنه دي افلام المنصه. فال7 افلام دول كل فيلم مخرجه بياخد شهاده ان هو ضمن احسن 7 افلام اتعرضت العام السابق. شرف لاي مخرج انه يتم اختيار فيلمه كواحد من اهم افلام العام اللي بتشارك في فعاليات مهرجان جمعيه الفيلم. اعتقد ان انا اولا كنت سعيد جدا لما اتبلغت بالخبر ده، وبجد هي احدى الجمعيات القليله اللي لسه واقفه وصامده واحدى اعراق الجمعيات السينمائيه في مصر اللي بتمارس نشاط فعلي بتحاول يبقى ليها تواجد. الجمعيات دي هي حائط الصد بيننا كسينمائيين وبين تحويل السينما الماده للترفيه السريع، الظاهره اللي حصل عليها جدليه خلال 3 4 سنين اللي فاتوا. اعتقد ان احنا محتاجين لمزيد من هذه الجمعيات طبعا. يعني الحقيقه انا سعيده قوي وفخوره ان انا يعني اليوم اللي يتم انتقائي فيه انضم لجنه تحكيم جمعيه الفيلم، ابقى بحكم على سنتين مش سنه واحده بس، وهي سنه 2020 وافلام 2021. طبعا عجبني النظره المستنيره ان احنا ننضم للجان التحكيم ويبقى في رؤيه مختلفه وشبابيه وواقعيه اكتر موجوده في هذه اللجان. مهرجان جمعيه الفيلم ده مهرجان تاريخي، مهرجان كبير، عمل دورات كتير جدا، كرم افلام محترمه كتير ونجوم كبار، فحاجه كويسه جدا ليا ان فيلم صاحب المقام يبقى بيتكرم منه بناء على راي الجمهور. دي حاجه تسعدني وتشرفني. انا شرفني ان انا اشترك في مهرجان جمعيه الفيلم، بصراحه من احلى المهرجانات. انا بحب هذا المهرجان من زمان، من اول فيلم كباريه كده من والفرح والحاجات دي، يعني من 2007 وانا في المهرجان ده بحبه جدا جدا.